القاتل والمقتول في النار، قاتلهم وقتيلهم في النار. قالها الصدر بعد معارك دامية دارت بين أنصاره وبين ميليشيا الحشد وسط المنطقة الخضراء ببغداد، عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وزحف أنصاره إلى المنطقة الخضراء واقتحام القصر الجمهوري هناك. لم يكتف أنصار الصدر بالمنطقة الخضراء فحسب، بل امتدت المواجهات لتطال مقرات لميليشيات بدر والعصائب والنجباء وحزب الدعوة في مناطق من بغداد وميسان والنجف وبابل والبصرة. مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة أثارت الرعب بين المدنيين، أعلنت السلطات الحكومية على إثرها حظرا للتجوال شمل العراق كله إلى إشعار آخر، ليوجه الصدر بعد يوم من المواجهات أمرا بانسحاب أنصاره. ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرأ حتى من التيار. 60 دقيقة كانت كفيلة بانسحاب أنصار التيار الصدري من محيط البرلمان والمنطقة الخضراء إثر معارك خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. انسحاب لم يكن الأول في تاريخ مقتدى الصدر، فمسلسل التقلبات لشريك الفاسدين في حكم البلاد ليس بجديد، فمنذ عام 2013 كانت هناك انسحابات مماثلة أتاحت لشركائه مزيدا من التغول في السلطة، كان آخرها إعلانه اعتزال العمل السياسي امتثالا لأمر مرجعيته. انسحاب يفسح المجال أمام الإطار التنسيقي الموالي لإيران لإحكام القبضة على حكم العراق، ليستمر مسلسل الفساد والجرائم التي مني بها العراق منذ عام 2003 إلى اليوم.